هذا المعسر اللي بيظهر معنا هي لا تظهر صورته، إنما يعني احترام لخصوصياتهم. السلام عليكم. السلام. كيف حالكم؟ حياك الله. كل سنة وانتم طيبين. جميل. ورمضان كريم علينا وعليكم. قريب إن شاء الله. اسمك الكريم، يتعرفوا عليك الإخوة المشاهدين. اسمك؟ أبو منصور. أبو منصور، حياك الله يا أبو منصور. حياك. لو تقول لنا إيش اللي حصل، قصتك إيش اللي حصل باختصار كذا؟ على حادث أنا داخلي. حادث. من كوكبة. أيوة، حادث سيارة. حادث سيارة، ضيرت سنينة، يعني سيارة جاهد ما فيها ولا شيء، لو ما قدرنا فنزل حق سنينة وقرحت العلبة حق البريك وهرت السيارة، حاولت خرجت من الخط الطالع والنازلي، طلعت الرصيف. إيش بالسيارة؟ برادو 97. أيوة. طلعت الرصيف اتجاه وايد على أساس يوقف فيها. ها. طيرت جت سيارة يعني دخلت جنب الوايت، والبنت ضربي من الخط. البنت ايش؟ بنت عشر صغيرة. قطعت الخط وضربي لا قدام السيارة جنب الوايت. اللي سيارتك انت؟ ايوه. صدمتها؟ ايوه. حكموا علينا ب 2,350,000. منها 2 مليون؟ ايوه 800 هدية. 2 مليون و800؟ و350. 350 ومليون تعويض. هتوفت البنت؟ دوفت، دوفت يوم عالجناها ودوفتها. الله يا أهل الصغير. أيوه صغيرة. نعم. مقدور الله. المهم إنه 2,350,000. 2 مليون. كيف سووا؟ كيف عملت؟ بعت، كان معي بندق وتبينت. بعت بندق؟ أيوه، وتبينت فوقها سلفت. أدينا لهم 400,000 لما دفنا البنت، وبندق عادي قدام. هي من هناك لو ما ضل على الحكم أمس. أمس فقط. أمس. ايوه ايوه. قالوا عباقي ادفع المبلغ وتخارج. وكيف دفعت؟ ما بالله دفعت. سلفت دفعتها من اول ما فرجوا عني من هنا. أيوه أيوه أيوه. دفعت المبلغ 1,300,000 ولا صدر. صدر عليك الحكم؟ وصدر الحكم دحين. باقي كم المبلغ اللي بقى؟ قالي الباقى 650. الفقره هذه بيقدم رعاة البرنامج هذا، وهذه الفقره بالذات بنك اليمن والكويت، يعني ملهم المستقبل وراعي جيد لهذه الفقرة، بيقدم 300,000 ريال. طبعا الفلوس هذه بتسلم للمحكمة وهنا النيابة. نعم. وهم حيتصرفوا. هذا بنك اليمن الكويت في جهاز. أنا تعاطفت معك بصراحة، قضيتك يعني ترى رجل طيب. ومياه صنعاء، مياه صنعاء أصل النقاء، قدموا 200,000 ريال، هم أول مرة يشتركوا معنا، الآن 500,000. معنا الحوشبي للصرافة بـ HB فاست، قدموا شوف 200,000 ريال، يعني كم معك الآن؟ 700. والله يجمل عليكم ويبارك الله فيكم. على الله خيرات. الله يديركم الحمد. إذا مشاهدي الكرام، القضية قضية الوالد اللي كان معنا مشاهدتموها اليوم، الحمد لله يا منتهية، وبقى 50,000 ريال من المبلغ، 650 اللي توفر الآن من الجهات الراعية، 700,000 بقى، 50 ستسلم له. يقول رسول صلى الله عليه وسلم: من فرج على معسر فرج الله عليه في الدنيا والآخرة. أشوفكم على خير بإذن الله، لكم أطيب التحيات وأرق المنى.